مشاهدي قناه شوف تي في اهلا وسهلا ومرحبا بكم من مدينه الجديده فكيف كتلاحظوا وكما هو معلوم ففي بادره اكثر من رائعه جمعيه عمر لرعايه ذوي الاحتياجات الخاصه توجه دعوه عامه لجميع المواطنين والمواطنات من ذوي الاحتياجات الخاصه باقليم الجديده لمتابعه مقابلات المنتخب الوطني ضد منتخب جنوب افريقيا بفضاء شيماء هنا بمدينة الجديدة وهذه المبادرة فاحنا قليل فين مثل هذه المبادرات بأن هذه الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة أشخاص في من يعني في وضعية صعبة فهما في حاجة إلى رعاية في حاجة إلى الدعم ولكن ملي كنلقاو جمعيات كجمعية عمر تهتم بهذه الفئة وكتحاول يعني تخرج هذه الفئة من المواطنين باش يجيو حتى هما يحتفلوا ويفرحوا ويساندوا ويشجعوا المنتخب الوطني المغربي في مقابلة اللي غيواجه فيها منتخب جنوب افريقيا ولهذا الغرض كيف كتلاحظوا معنا تتواجد معنا غزل غزلان لحفيني رئيسة جمعية عمر لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ونورا وزدان أمينة مال جمعية عمر لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة اللي غيحاولوا يقربونا من هذا النشاط الهام آه والمهم وحنا يعني كنشكرهم كثير على هذه المبادره اللي كيقوموا بها فكما قلت يعني جمعيات قلال اللي كيقوموا بمثل هذه المبادرات غزلان نورات تفضلوا الخط بين يعني حاولوا تقربونا من هذا النشاط ومن الانشطه كامله بصفه عامه ثم دائما كنلقاوكم كتقوموا بمبادرات طيبه رغم ان الجمعيه يعني في حاجه الى الدعم في حاجه الى المسانده في حاجه الى الالتفاف لان اللي كنلقاو جمعيات بحال هذه الجمعيه كتقوم بهذه الاعمال الخيريه الاعمال الاجتماعيه فبحال هذه الجمعيات يعني هما اللي كيحتاجوا المسانده هما اللي كيحتاجوا الدعم هما اللي كيحتاجوا العوين هما اللي في امس الحاجه يعني باش الكل يلتفت لهم لانهم كيديروا واحد الخير كبير في فئه من الشباب فئه من المواطنين فئه من الوليدات اللي محتاجين لمثل هذه المبادرات وحنا سعداء جدا يعني حنا وفرحنا بما بالك بهاد الوليدات ملي كنسمعوا يعني مثل هاد المبادرات فما يمكنش ما تتحركش، ما يمكنش ما تفرحش فما بالك بهاد الوليدات اللي محبوسين في الديور وفيها وبهذه المناسبة فهما غاديين يخرجوا رغم أن المقابلة جات في حدود الساعة التاسعة ليلاً وكنعرفوا الإكراهات اللي غادي تواجهكم لأن مجموعة من الوليدات يعني خاصهم يشربوا الدوا ديالهم، خاصهم ينعسوا في وقت مبكر، خاصهم ترونسبور، ثم وجهتوا الدعوة عامة لجميع الفئات بإقليم الجديدة لحضور هذه المقابلة فشكراً جزيلاً لكما آه وشكرا لهذا المكتب المسير ديال جمعية عمر لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة تفضل السلام عليكم معكم غزال الحفيني رئيسة جمعية عمر لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بإقليم جديدة آه يعني كاين الماتش ديال المنتخب غدا ان شاء الله مع الساعه التاسعة ان شاء الله ضد ضد نظيري جنوب افريقيا وبغينا نن... يعني نكونوا سبب لهذيك ال... الفئه ديال الوليدات اللي من ذوي الاحتياجات الخاصه باش يجيو حتى هما يندمجوا مع الاسوياء باش يحسوا براسهم راه حتى هما يعني يعني وليدات ناس عاديين حتى هما يمكن لهم انهم يمشيوا المقهى انهم يتفرجوا فيها بحالهم بحال جميع الاشخاص العاديين وبصفتي انا مسيره لمقهى شيماء يعني اقترحت هذه الفكره طاحت علي هذه الفكره باش ننظم لهم واحد المكان خاص بهم باش حتى هما يجيو يتفرجوا ويشجعوا المنتخب ولو ان الوقت غيكون شويه متاخر يعني غيكون مع 9 الليل وشويه صعيب باش يعني هذه الفئه غتنقل شويه صعيب حيت ما كاينش واحد واحد ترونسبور ولا خاص يعني بهذه الفئه كنلقاو دائما صعوبات التنقل ديالهم يعني ملي كتكون شي شي نشاط ولا مناسبه ولا هذا يعني جميع الامهات والاباء ملي كنتصلوا بهم باش يعني يجيبوا وليداتهم هذا يقول لك ما يعني خصنا ترونسبور كيفاش غنتنقلوا كاينه الاسره مثلا اللي كت عندها جوج الوليدات معاقين ولا ثلاثه ولا يعني صعيب عليهم التنقل ولكن كون كان واحد ترونسبور يعني خاص لهذه الفئه يعني غيشجعهم على التنقل والاستفاده من الانشطه اللي كنديروا. <applause> ديال <applause> ديال المقاهي ديال الفضاء وما كيبغيو يربحو ولكن بالعكس لذلك آه. حتى كتحاولي تسهلي تطوعي يعني باش تدعمي هذا احنا كان وقع لينا واحد واحد المشكل العام اللي فات فاش كان كاس العالم كان نيت المنتخب وكنا درنا على القهاوي كلهم بصفه عامه في جديده اللي مشينا عنده كنقولوا لي راه حنا بغينا نجيو نجيبوا الوليدات يتفرجوا في في الماتش واش يمكن وغنخلصوا غيخلصوا الكونسوماسيون بحالهم بحال الناس العاديين يعني تفاجئنا انهم كيقولوا لنا حنا ما يمكنش غنجيبوا ولد عنده الكروسه غيشد لنا واحد لسباس. قلنا لي قلنا لهم راه حتى هو غيدير الكونسوماسيون بحالو بحال جميع الناس كيقولنا لا غيشد لنا البلاصه يعني وبقات هذيك الفكره عندي حتى الحمد لله تكلفت بتسيير هذا الفضاء ديال شيماء اللي وليت نقوم فيه بانشطه نيت ديال الجمعيه وعده جمعيات يعني كيجيو يديروا عندي الانشطه هنايا بالمجان يعني مرحبا بهم ومن هذا المنبر كنقدم كن يعني كان نقول لجميع الجمعيات ديال الاقليم الجديده اللي عنده شي نشاط ولا عنده هذا يجي مرحبا به يعني راه الباب الباب ديالي راه مفتوح يعني فوجة الجميع وخصوصا الفئه ديال ذوي الاحتياجات الخاصه والمسنين والدار العجازه ودار الايتام يعني هاد الناس يعني هادو بدون مقابل يعني يجي ونقاد لهم لوكال نفرحوا معاهم نشطوا معاهم حيت حتى هما مساكن باغيين ينشطوا باغيين يعيشوا الاجواء يعني العاديه كجميع الناس وكنتمنى يعني يحاولوا يجيوا هاد الوليدات باش غدا تكون واحد الفرحه جميعا ان شاء الله يكون بفوز المنتخب الوطني ان شاء الله ومرحبا بكم كاملين يعني بلا يعني بلا هاد الفئه يعني مرحبا بالجميع حتى الوليدات الاسوياء وهذا يجيو ويشاركوا هاد الفرحه مع هاد الوليدات باش يحسوا هما انهم يعني وليدات طبيعيين وشكرا لشوف تي في اللي كنلقاوها دائما معنا وحاضره معنا يعني فين ما كان عندنا شي نشاط ولا داك القوائل هي الاولى حاضره معنا باش كتوصل النداء ديالنا الـ يعني لجميع الناس اللي كاينين في اقليم جديده وشكرا كنخلي الكلمه للأخت نوره نورا أه السلام عليكم الاسم ديالي وسده نوره امينه المال جمعيه عمر للرعايه ذوي الخاصه آه بهذه المناسبه العالميه الكبيره يعني اللي كتداول هذه الايام بكأس افريقيا لكره القدم آه بالمناسبه ديال غدا ان شاء الله المنتخب الوطني المغربي كيلعب ضد النظير ديالو اللي هو جنوب افريقيا آه الجمعيه ديالتنا آه غتنظم ان شاء الله واحد آه واحد النشاط اللي غادي يكونوا فيه آه دعوه عامه لجميع آه المواطنين والمواطنات من ذوي الاحتياجات الخاصه وحتى اسوياء آه ما فيها باس آه باش يحسوا هذوك الوليدات من ذوي الاحتياجات الخاصه كانهم آه بحال بحال ما كاينش واحد الفرق بيناتهم وينسجموا مع بعضياتهم كانهم روح واحده آه لان اصل في الاصل آه ان ذوي الاحتياجات الخاصه كيعانيوا وكيعانيوا بزاف آه ما بغيناهمش يكونوا مهمشين ويكون تهم عندهم واحد الفرحه وواحد الرغبه انهم كما كيسمعوا امام كيكونوا في الديور ديالهم كيشوفوا عبر التلفاز ان كاينين مقاهي اللي كيحضروا فيها اسوياء آه نتمنوهم انهم يكونوا حاضرين معنا هنا في هذا الفضاء اللي غدا تسهر عليهم آآ جمعية عمر اللي راهي ذوي الاحتياجات الخاصة بالتشجيع ديالنا معاهم وهما تا يكونوا معانا وفرحانين آآ يعني ما يكونش فرق بيننا وبينهم لا الأسوياء لا ذوي الاحتياجات الخاصة كلهم يكونوا آآ متواجدين معنا الأمنية ديالكم المنتخب إن شاء الله يعني كلمة كلمة باش هو بطبيعة إن شاء الله هو بطبيعة الحال مدام إحنا يفروحنا وفي دمنا أن إحنا مغاربة فإحنا كانت من الفوز للمنتخب الوطني المغربي إن شاء الله ضد النظير ديالو بكأس إفريقيا إن شاء الله عامة احنا كنتمناو الفوز للمنتخب المغربي لاننا مغاربه ويعني الحب ديال الوطن كيجري في العروق ديالنا وفي الدم ديالنا كنتمناو لهم الفوز ان شاء الله والفوز بكاس افريقيا وان شاء الله لهاد السنه يكون الفوز بكاس العالم يعني اللي ما قدرناش نحقوه هاد السنه الماضيه كنتمناو الفوز دائما والنجاح لاسود الاطلس وشكرا والله ينصر ملكنا محمد الخامس يا ربي الله ينصرو ويزيد فرحته محمد السادس عفوا آه للاشاره العام اللي فات فاش كان آه كاس العالم ديال قطر كما شارت الاخت غزلان آه للنشاط اللي كنا بغينا نديروه في المقاهي كل مقهى كنا كنمشيو باش نديرو كانوا كيرفضوا بسبب ان الوليد عنده كرسي ما يمكنش ليه باغاش ليه واحد البلاصه اضطرينا ان احنا مشينا درنا النشاط ديالنا في الـ في الـ في, في هذا في دار الشباب ديال البريجه خديناهم كاملين درنا الدعوه عامه الوليدات كاملين وما نكذبش عليك كانت عندهم واحد الفرحه كبيره 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 آه كان لعب المنتخب في قطر وحضروا ليه وكانت واحد الفرحه عارمه عليهم وواحد الواحد المشاركه ديالهم لا بالفرحه لا بالضحكه اللي ما قادرش يهضر كيهضر كيعبر ضروري بواحد الطريقه ديالو وبالضحكه والفرحه لدرجه ان كاينين شي اللي بكاو والحمد لله والشكر لله هذا هو الغرض ديالنا من الجمعيه ديالنا ان احنا ندمجوا الوليدات وسط المجتمع ككل وشكرا لك شكرا لكم تحيه خاصه كنبعثوها لكم يعني كنبعثوها لجمعيه عمر لرعايه ذوي الاحتياجات الخاصه في هذه المبادره اللي كما قلنا مبادرة أكثر من رائعة فجمعية عمر لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وجهت دعوة عامة لجميع المواطنات والمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة بإقليم الجديدة لمتابعة مقابلة المنتخب الوطني ضد جنوب أفريقيا وكما قلنا يعني أغلب الفضاءات أغلب المقاهي هي دائما كتبغي تربح في مثل هذه المناسبات ولكن الاخت غزال الحفيني في الفضاء ديال شيماء فهي يعني بدون مقابل تحتفل تحتفي بهذه الفئه دوي من ذوي الاحتياجات الخاصه اللي الى هنا لمتابعه مقابله المنتخب الوطني المغربي ضد نظيره منتخب جنوب افريقيا فمتمنياتنا بالتوفيق ان شاء الله المنتخب الوطني المغربي يحقق الفوز والتاهل الى دور الربع كما كنتمناو يعني الهدى الجمعيه الاستمراريه خاصه وانها جمعيه مواطنه جمعيه اللي كتقوم بمثل هذه المبادرات اللي فكنشوفوا بعض الجمعيات كيقوموا بما تقوم به جمعيه عمر لذوي الاحتياجات الخاصه فمرة أخرى كنتمنى لهم التوفيق في هاد المهام ديالهم اللي ماشي سهلة لأنهم كيتعاملوا مع وليدات من ذوي الاحتياجات الخاصة وليدات في وضعية صعبة وليدات اللي مراد وليدات اللي خاصهم الدواء ديالهم خاصهم مجموعة من الأشياء هما باغيين يدخلوا الفرحة على قلوب هاد الوليدات فاحنا وفرحنا فما بالك بهاد الوليدات اللي غادي يكونوا يوم غد إن شاء الله بهذا الفضاء فضاء شيماء لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة مشاهدينا ما بقى لنا إلا نودعكم على أمل اللقاء بكم إن شاء الله وغادي نرجع يوم غد ونشوفوا أيضا آه يعني الأخوات كما كتشوفوهم يعني السيدة الرئيسة والسيدة أمينة المال باش يتحدثوا لنا على هذا المبادرة وغادي نجي معهم من هذا المكان هذه المقابلة اللي غتجمع المنتخب الوطني المغربي ضد منتخب جنوب إفريقيا إلى اللقاء مشاهدين